يا الله بعطفك ولطفك وعفوك يا غفور من صواتي فالياري وجور ازمانها يا ميت الحي يا محي من في القبور ارجنك ترحم الناس يا رحمانها انت حلال الصعايب وجبر الكسور ووادم تعلم بسرها واعلانها من دواعي خشيتك باسمك القافم حضور اسالك يا معطي النعمه ومنانها عزني برضاك وحماك من شر الشرور والمصايب والفتن تلتهب نيرانها ما لنا لن نرفع المتل والحمل جور الثقيلات معرزها على ضلعانها لم فتح باب المعاني وجال الشعر دور ازهل دور القبيله ودور عيانها شاعر في صدري من المشاعر والشعور ما يطول الروس ويحول ابتجانها محتمين سوارة العرض والعرض سور والحميه عزنا لا نبر شريانها لابس لباس تليوخ وفينا الشبور من بر التاريخ وصل العرب لسانها لو رجعنا للتواريخ فظن صدور عن عيار مضيم وذكرت فرسانها سيلهم اسم الجحاد عن اجد الحدور والمخيله يلعب القزوع ربانها ثلث وتثريث بالمحزم اللي ما يبور وصبح صبح بعمني يشد بطانها السهم والقوس والرمح والسيف البثور عز ربعي في المعارك وحرب اكوانها لابتي في نجد ترجع لهم كل الامور والسلاطين انهت في وضع سلطانها حكمنا في نجد ما هو على نجد محاكور ناخذ الجزيه على شامها وعمانها لا يغرك يا اهل في جهالتهم غرور استمع الحقيقه سند برهانها مجد لا يقرا ويكتب على مر العصور بالذهب كم قلعه النقش وديوانها كل درف باسم ربعي معمد ومخطور جمرة في نصب على العدود دخانها من خلقنا الله تعالى إلى يوم النشور راية التوحيد حنا ركيز عمدانها فالمواقف لا حفظنا نزيد النور نور وهو الطغيان نطغي على الطغيان نحفظ الميثاق ولي عهدنا منبور والكرامة عندنا راجح ميزانها جمعنا جمع المعزة على مبدأ وشور والصعابة تولى من قلبنا إعنانها في سبيل الطالة أحزاننا أفراح وسرور ترجف الدنيا ونرجف على بيبانها انت حدى وانت صدى وموقفنا جسور والمن صعت بقع على نيشانها لا قدمنا منهب الرصاص اللي ثورنا سجل حله ونكسر قرن شيطانها ما حلل دندنت بالفشق من كل زور لين تسمع في الجماد ينصدها دندانها اللي حضورهم دون ربعي وللهاجس حضور دون تاريخ القبيله هم ابدا شانها يا شعائر الفخر والمعزه والوقور من يجاري هاجس يقدح صوانها يرخص الدم الحمر لقضى صبر الصبور ولا ما يرخص مرد الكنان كنانها البساله في النجم والشراسه في النمور والعواجه في رقاب الزمن واسنانها ماني بوقع وفتنة ولا يب معثور ويش قدر النفس الواجه هدى ايانها العب القيفان والقول بالفعل مخفور والعرب من قالها ما يصح ابدانها الرهاوي عامر الصيت والبيت المعمور لا تكلم يبعد من النفوس احزانها والزهيد اللي على المخطية دمه يفور والدهيهين النشامه ونفسه هانها عجت عجت مزارع وقرنه قرن ثور يعتروا عرض شقراه في ميدانها من ورانا لو يدف الطلايع والسبور ما لقاها غير شلفا حميم اللانها من تحصلها لقاها على الصابر دبور عند مقطع هامه الراس من حجانها كم خصيم يقدر فعنا فيهم خبور لعنت نفسه وكل درى بدعانها والختم صلوا على البعث وخلق نور عندما هلت مزون المطر هتانها اطهيف بن عيد.